السلام عليكم بعدا وكندي التحيه لجميع المغاربه وحنا باسم هذا الموسم هذا الميلود النبوي غني على التعريف كلشي كيعرفه والحمد لله حنا مازالين هنا مخف هنا في اوروبا الحمد لله مازالين هاد الناس شادين هاد العادات والتقاليد وحنا الحمد لله حنا موجودين ديما وخا كاين شويه ديال الزيار حنا اللهم لك الحمد حنا ديما كنحاولوا نكونوا هاد الشيء بفضل هاد الشباب هادو انا تبارك الله راه كاينين مقدمين كاينين ما نساوش حنا نخلي المقدمين ديال البلاد هنا كاينين الحمد لله اللي حتى هنا مقدمين ورغم ذلك شادين هاد التراث هادي كاينين كانسا وكاينين فاسا وكاينين فهمتي المقدم عبد الرحيم واش المقدمين كيتكونوا هنا ولا كيجيو مكونين من المغرب؟ لا المقدمين في البلاد مكونين نعم اسيدي بالنسبه لهنا واش كيتكونوا ولا لا؟ هنا كيتكونوا بيان سور حنا كنعلموهم فهمتي لا بد حنا التقاليد جبناها ما يمكنش حنا فهمتي كنحفظوا لواحد اخر كاين وفي الراي ديالك واش هذه العاده غادي تبقى للجيل اللي جاي ولا؟ الحمد لله حيت الانسان الا عطى شي حاجه من قلبه الحمد لله كيكون ديك الشيء بخير حنا كنوصلوا ديك الشيء الرساله اللي علمونا الوالد حتى حنا كنوصلوها لهم ونطلبوا من ربي عاود هاد الناس هادو لان هاد الشيء هذا غير تصليه على النبي حنا ما كنديروش شي حاجه اللي فهمتي حنا كنديرو غير تصليه على النبي اللهم لك الحمد المقدم السي محمد المكناسي السلام عليكم الله بركاته واش ممكن تقول لنا كيفاش كتحيوا هذه الليله هنا في بروكسل ديال المولد النبوي الشريف كنحيوا الليله ديال المولد النبوي الشريف كنجمعوا كاع كل الاحباب فيها كيتجمع المقدمين كيتجمع المعلمين ديال القناوه كنتغافروا كنقدموا الذكر النبي عليه الصلاه والسلام وكتكون الليله اللي كيتجمعوا كل الاحباب مشينا بروكسل راه كاين الناس اللي جينا من فرنسا من هولندا من المانيا كاين حتى الناس ديال الدنمارك يعني كنرحبوا بكل شيء وكنقولوا الليله اللي كنتغافوا فيها كاملين هاد الليله هذه واش انت كتظن بان غادي تبقى الجيل الجاي او لا مع الوقت غادي تمشي ان شاء الله بجهد الله غادي تبقى ديما خاص كاين وليدات اللي خالقين هنا كاع اللي نيسيهم بلجيك والدراري اللي قابطين التراث يعني كاين ان شاء الله مازال القيم القدام ان شاء الله كاين شي مدرسه كتعلموهم او لا كيتعلموها ديك ناتيورال نو كاينه مدرسه كاينه مدرسه في شتى المجالات كاينه في مدرسه في قناوه كاينه مدرسه في عيساوه يعني معروفين كما غادي يدوزوا ان شاء الله غادي تشوفوا المعلمين ولا المقدمين د عيساوه يعني انا كاينين بزاف ديال المقدمين
كاين المعلم ديال قناوة. شكرا خويا سيمو. الله يحفظك سي سعيد، الله يعزك، شكرا. رشيد خويا رشيد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. واش ممكن تقول لنا هذه العادات والتقاليد اللي كدار هنا دابا في بروكسل بمناسبه المولد النبوي الشريف، واش كدار كل عام؟ نعم، هذه مناسبه عظيمه وشريفه، وحنا كل عام من جينا لبروكسل بلجيكا، حنا كل عام كتكون الحفل النبوي الشريف، كتا حنا كنحتفلوا بليله نبويه شريفه، وكنتجمعوا الحباب من كل المدن، من طنجة، من الرباط، من فاس، من كناس، يعني من طنجة حتى للبويرة، والله ينصر سيدنا. والطريقة كيفاش كتجمعوا الناس؟ يعني واش غير وكل واحد كيقولها الآخر، أولا كاين الناس اللي كنشوفوا القاعة عامرة بالبشر وكذا، كيفاش كيتجمعوا هاد الناس هادو؟ دابا الحمد لله الوقت تطورات، كاين الفيسبوك، كاين الإنترنت، كنديروا دعوة، كنشروها في الفيسبوك وفي الإنترنت، كندير إعلانات وإشارة أن الليلة كاينة، وشي كيقول هادشي، وشي كيوصل شي رسالة، كتوصل لأي واحد وكيجي يحضر. شكرا للمقدمة عبد الرئيس. أنا واجد، تحياتي. نقول له اليوم على المولد النبوي، اللي عمرنا كنحيوا هذا المولد النبوي ديما إن شاء الله، ونتمنى الله حتى في المستقبل، وباش ما ننساوش التقاليد ديالنا والطقوس ديالنا اللي تربينا عليها في المغرب. واليوم حين هاد المناسبة هذه كيف العادة، كاين معنا المقدم هنا يا عبد الرحيم، وكاين معنا المقدم سيمون المكناسي، وكاين معنا المعلم إدريس فيلالي، ومعنا بزاف ديال المعلمين اللي هما كيتواجدوا في بروكسل، منهم أنا عبد ربه. وكنتمناهم الله سبحانه وتعالى أن هادشي كلشي يدوم، ومساعدة ومساندة ديال جميع الناس اللي كاين هنا في بروكسل وخارج بروكسل حتى في المغرب، منهم مجموعة الرجولة اللي كيدعمونا ديما، ونتمناو الله التوفيق للجميع إن شاء الله. السلام عليكم، من اسمي محسن سادية، عضوة ديال الجمعية لا مارش فيغ نيميريك، وبهذه المناسبة ديال ذكرى المولد النبوي الشريف، الجمعية ديالنا قررت باش تنظم واحد الحفل اللي اسمه ليلى، وحنا انا وطبيعة الحال اختي ديالي محسن هنايا حضرنا عشاء اللي كتكون، كنتمناو ان الضيوف ديالنا يعجبهم، وهو دجاج ودجاج هو اصلا هي اكله مغربيه اللي هو بينيفول صراحه، هو ما كنتش واحد ما كيما كيدعمنا، هو يعني من مالنا الخاص صراحه، من الاسره ديالنا صراحه، من العائله ديالنا، يعني ما كنتش واحد اللي كيدعمنا، وحنا درناه يعني درناه بكل فرح ومن قلبنا، باش ان حتى المهاجرين المغاربه ديال بروكسل والبلد خاصه البلديه سان جوز، دائما باش نذكروا دائما الحفلات ديالنا، الاعياد الوطنيه، الاعياد الدينيه والوطنيه كذلك، حيت تنظموهم حتى هما كما كتكون شي مناسبه. وكنتمنى بما ان كاين تبارك الله ما شاء الله بزاف ديال الضيوف، يعني كنتمناو ان يعجبهم وان شاء الله يكون خير.